بسم الله الرحمن الرحيم. كيف استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على موضوع تفريق الغسل والوضوء؟ كيف استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على حجية التفريق؟ تفضل. أنه بعد فعل عامة فعل الوضوء قال ثم تنحى من مكان. نعم، لرواية ثم تنحى من مقامه، فتنحى من مقامه هي الرواية. طبعا بيّن ذلك ابن رجب في كتاب فتح الباري، قال أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين تطهير رأسه وقدميه بالإفراغ على جسده ثم بالتنحي من مقامه لكن أهل العلم، مناخ من أهل العلم من أجاب عن هذا الاستدلال؟ ماذا يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال؟ تفضل. ما هو الجواب عن هذا الاستدلال؟ يعني تأخير القدمين عن الغسل لا يعني التفريق بين الأعضاء. تفضل. نعم، أن هذا التفريق كان يسيرا، لذا ذكر ابن رجب جوابا على هذا الحديث ممن أوجب الموالاة، فقال إن هذا تفريق يسير لا يضر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفي نفس المكان وفي نفس المقام، والماء ما زال موجودا ويسكب ويصب، ثم إذا به ينتقل من هذا المكان إلى مكان قريب، لم ينتقل إلى مكان بعيد تجف فيه الأعضاء، وإنما انتقل إلى مكان قريب. فهذا يعطينا أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فهذا الفاصل ليس فاصلا طويلا. وهذا يعيننا أن من مثلا توضأ فإذا بالصنبور أو الحنفية تقف ولم تعد تنزل الماء، فله أن يتحول إلى مكان قريب آخر ويكمل وضوءه، فبقي الأمر قريبا ويسيرا، وبذلك تجتمع النصوص وتأتلف ولا تختلف. إذن هذا ما نقله، قال إن هذا تفريق يسير لا يضر. وحقيقة ذكر ابن رجب حديثا آخر يستدل به من يجيز الفصل البعيد، وجعله حجة لمن قال بالفصل البعيد، لكنه بين ضعفه أن هذا حديث ضعيف لا يصح. وهذا الحديث قال رجل يا رسول الله إن أهلي تغار إذا وطأت جوارية. إذن في ذاك الزمان كان الرجل ليس عنده فقط أربع نسوة، وإنما عنده أيضا الجواري بما أحل الله. وحال النساء حديثا حالهن قديما وهي الغيرة، فهذا أمر لا ينتهي، فهذه امرأة ضعيفة تغار. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أهلي تغار إذا وطأت جوارية، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ولما تعلمهم ذلك؟ أعطاه جوابا. ما هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وحلا؟ ولما يا عم ولما تعلمهم؟ لا تعلمهم. لا تعلم من؟ زوجته. نعم، لا تعلم الزوجة الحرة بما حصل معك أنت وهذه الجواري.
وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستكشف منه كيف عرفوا ولما تعلمهم، أو أي كيف عرفوا. قال من قبل الغسل، سوف تراني وقد اغتسلت فتعرف أن سبب الغسل هو وقع الجواري. قال إذا كان ذلك منك، ما كان عندهم ماستر زي الأيام هاي، لا، قال إذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائرة جسدك. فهذا دل على إيش؟ على التفريق، الرأس فترة وسائر الجسد فترة أخرى، لكنه حديث إيش؟ ضعيف لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن نبقى على الأصل وهو الموالاة ما لم تكن هناك حاجة إلى الفصل، وهذا الفصل يكون يسيرا ليس بعيدا، فعندها لا حرج في هذا الفصل.